جاهز للفلق سيدي وجاهز للتاريخ. هذا الحكي انا حسام ما كنت حابه يتدخل بالامر قطعا، بس انتوا ليش برتوني على هالشيء؟ شو صار سيدي؟ شو صار يا ابو نادر؟ نحن جاهزين؟ جاهزين نحن جاهزين؟ جاهزين؟ اه جاهزين؟ يعني خلص موافقين؟ ايه اسمعوا لها الشوفة اكيد موافقين. عن جد عن جد موافقين. عن جدك عن دود بس مع هذيك الشغلة. عالفلقة، عالفلقة موافقين. عالفلقة موافقين. حسان يلا لا تضيع وقت. يلا لا تضيع وقت حبيبي يلا. انا اول هذي اخر فلقة. لا ماشي. أبو نادر ليش صغرتها؟ لك ما شايفه كيم يبصي راسه مثل التيوسولا؟ ويبصي راسه شو؟ لك شو جاهزك انت كن ربحنا لنا فلا؟ لك يا عمة الله شو هالسلك هذا المفف فلا شو هالسلك؟ حسان قولي لي بلاد عيون لشوف. وبعثت لك كاسة هالشاي هيك بقفا ايدي وقلت له اياها بنص عينه، وهي نص عينه حطي لي اياها بين قوسينها، وقلت له ليك ولا انا مع الكادحين شفاهيا وكتابيا. انا بشوفها لهي بطولة. انت شو رايك؟ ما بطوله؟ بطوله اي بطوله؟ كيف لك قال لك سليك؟ لا ما وينو ابوكي؟ بالكروم يعني؟ لا ما طلع اليوم قاعد جوا. بعيد الشر عن قلبه مرضان يعني؟ لا ما انه مرضان بس قاعد. غريبه صار لي نص ساعه واقف هون وما بين، انشغل بالي علاج. مشغول باله مدري بشو عم يفكر. ما حليت الا وتسكرته يعني ليك وشرف قبع هرو. اجا رامبو. ولا استنجا. وقف في ارضك لا تهرب. ماني هربان عمي ماني هربان، بس عم زبط وقفتي مشان اضرب لك تحية. امور عمي وحياتي المختار. بدي اسألو ما وصلك شي من هون ولا من هون؟ تراطيش حكي مين حطه في الساد بعدين؟ لا عمي الحكي انه ما حقبيل، وفرضا حدا قبيل يعني اكيد ما رح يعلقوا اسمه بالساحة، هذا موضوع سري للغاية ما هيك؟ ليك ابني الله يرضى عليك، اذا سمعت شي ولا اجاك شي ابقى خبرني كي نتوخى الحذر. لك من عيوني يا عمي المختار، ليش في اغلى منا؟ دعك من زولي بس بتخبرني الي انا ها ومن الباب ما من الشباك. حاضر حاضر يا حياتي يا عمي. خاطرك درمي قولي شيعة، اذا بشوفك عم تحكي معه لهذا الواطي بقص لسانك. ها انا هلا ما عم بحكي شيء، حاطط بتمي هيك بحصة وساكت. ليش؟ لحتى يمر هذا الظرف الاستثنائي على الضيعه والا يبريني عن ديني بس دخله جلدك سلك. فما انا بلا هيك فعيونك شعب الشعب.